هذه في خطر جماعة. واحد البارح قال لي مروان ماشي انت كنت تلعب بيانو؟ ماشي مشكل راك تبع هذه وحده شعبي غير تما تما. صحة فطوركم، صحة شربتكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حبيت نقول لكم شكرا على الرسائل اللي لحقوني، الناس اللي شافوا ليميسيون تاع البارح اللي جات في البيلان تي في، بكل صراحة بارمي لي ميور ايميسيون اللي جات فيهم هذه الآونة الأخيرة، ضحكنا كيما يقول لك الضحك كان على راسو. وحبيت نقول لكم اليوم نعطيكم أنا رونديفو، أنا حكون على المباشر على 12 ونص تاع الليل في سميرة تي في، في ليميسيون ذاك طولك شو اللي فيها عادل محمصاجي وجماعة كاع وبو خلفة وليكيب، أنا حنكون تماك سوايا أو رونديفو على 12 ونص تاع الليل كوم دابيتود حنديرو لها رود. ومور هاد لا ستوري حندير لكم واحد التصويره، هذيك التصويره دخلوا تماك اطرحوا لي نيمبورت كال سؤال ونسيين نريبوندي لكم على المباشر، نريبوندي لكم في لاتيلي. ما انت جميع واحد عنده سؤال او في قلبه يطرحوا في هذيك التصويره، راح نحطها لكم مور هاد لا ستوري. والسلام عليكم.